تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى لايف والذي نناقش فيه لهذا اليوم. سلامة إلى الناتو، والدباش يكشف عن توجه أممي مشبوه في ليبيا. في لايف أيضا تتابعون. مياه ليبيا في خطر ومنظومة النهر تطلق صافرة الإنذار. أيضا في لايف تتابعون. بعد تكليف المريمي المنتخب يرفع نسق استعداداته قبل مواجهة نيجيريا. أهلا بكم. وهو في طريقه إلى حلف الناتو للقاء أمينه العام ستولتنبرغ، المبعوث الأممي غسان سلامة أجرى عددا من اللقاءات في العاصمة الألمانية برلين. شملت هذه اللقاءات التي استمرت على مدى يومين وزير الخارجية الألماني هيكو ماس ووزير الدولة للتعاون الاقتصادي مارتن بيجار، بالإضافة إلى لقاء سفراء الدول العربية في ألمانيا. اللقاءات تناولت آخر مستجدات الملف الليبي، وفي الوقت الذي يتحرك فيه المبعوث الأممي ويلتقي أمين عام حلف شمال الأطلسي، وإلى حد الآن لم يتبين تفاصيل هذا اللقاء. كشف مندوب ليبيا السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي عن توجه أممي يطالب بتعيين جيفري فيلتمان مستشارا لغسان سلامة ومسؤولا عن الحوار الليبي. وأوضح الدباشي أن فيلتمان كان إلى وقت قريب وكيل الأمين العام للشؤون السياسية والمسؤول عن البعثة الأممية في ليبيا، ونجح في توجيه المبعوثين السابقين بما يخدم السياسات البريطانية والأمريكية القائمة على استدامة الفوضى في ليبيا. في غرينفيل بولاية أوهايو وهو يتحدث الفرنسية والمجرية، تحصل على شهادة تخرجه في التاريخ والفنون الجميلة من جامعة ولاية بال في إنديانا عام 1981، وعلى الماجستير في القانون والدبلوماسية من كلية فيلتشر للقانون عام 1983. وخلال حرب العراق عام 2003 تطوع فيلتمان للخدمة في مكتب سلطة الائتلاف المؤقت في إربيل من يناير حتى أبريل 2004. كانت مهمته الأخيرة في القنصلية الأمريكية العامة في القدس، حيث عمل أولا كنائب للقنصل منذ أغسطس 2001 حتى نوفمبر 2002، ثم كان الموظف الرئيسي منذ نوفمبر 2002 حتى ديسمبر 2003. شغل جيفري فيلتمان منصب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة هيلاري كلينتون، وقبلها كان سفيرا لبلاده في لبنان خلال الفترة بين 2004 و2008. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش يمدد فترة عمل فيلتمان لعام كامل في منصب مدير الشؤون السياسية، وأظهر فيلتمان تأييده المطلق لاحتجاجات العالم العربي التي بدأت نهاية 2010 واستمرت حتى 2011. سنتحدث في هذا الموضوع بالتحديد، ولكن لفترة وجيزة، ومن ثم ننتقل إلى محور آخر وهو انطلاق حزب جديد في مدينة بنغازي، وهو حزب التكتل المدني الديمقراطي. ولكن قبل هذا الموضوع سنتحدث عن ما ذكرناه عن زيارة المبعوث الأممي غسان سلامة واجتماعي بستولتنبرغ في حلف شمال الأطلسي، وكذلك حديث الدباشي عن فيلتمان في هذا الموضوع بالتحديد. ينضم إلينا خالد الترجمان عضو التكتل المدني الديمقراطي. سيد خالد نرحب بك معنا في لايف. قبل أن نتحول إلى التكتل المدني الديمقراطي، أسألك عن الافتراضية من وراء زيارة غسان سلامة واجتماعي بحلف شمال الأطلسي، وأيضا حديث الدباشي عن فيلتمان كمساعد لغسان سلامة، ولديه تاريخ من قبل في التعامل مع الوضع الليبي بما يخدم المصالح البريطانية والأمريكية. أهلا بك سيد محمد حبيب، ومرحبا بقناة 218. أهلا بك. سيد غسان سلامة خلال الفترة الماضية قضى جزء من وقته في ترتيبات في طرابلس، دعا بأنها ترتيبات أمنية، والعمل على وضع الخطط الأمنية لاستيعاب المسلحين كما قال، وكذلك لوضع أطر
من أجل العمل على اكتساب الأمن في طرابلس، ورغم حديثه السابق بأن هناك ميليشيات تغولت وهناك ميليشيات سيطرت على وزارات وعلى مؤسسات سيادية للدولة وتبتز المجلس الرئاسي، ولكن نجد من جانب آخر أنه يتعامل مع هذه الوضعية ومع هذه الميليشيات كأمر واقع. لا أدري في أي إطار تصب جولة، هي جولة في أكثر من دولة أوروبية. كان الملف الليبي هو الساخن في كل هذه العواصم التي زارها بما فيها الاتحاد الأوروبي، وما تم طرحه أنا أعتقد أن جزء منه هو ربما رؤية للسيد غسان سلامة من خلال ما ترب إليه من بعض الدول بمدى أهمية العمل على الاستقرار الظاهري للأمن في طرابلس واستمرار وجود السراج كحل يظل باقي في طرابلس إلى حين الذهاب إلى مؤتمر روما الذي تعول عليه إيطاليا كثيرا، وربما وجدت بعض المساندة بما فيها المساندة الخفية من غسان سلامة وتصريحاته العديدة بأن اتفقوا على أن مخرجات لقاء باريس هامة جدا، ولكن لم يتفق على موعد لهذه الانتخابات، وكذلك تصريحاتي باستمرار بأن ربما يكون لمؤتمر روما أهمية في إيجاد حلول لمشكلة التموضع ومشكلة التشظي في ليبيا. حقيقة لا نستطيع أن نجزم إن كان الجزء الأساسي في هذه اللقاءات يخص الترتيبات الأمنية في طرابلس أم يخص اجتماعات مؤتمر روما القادمة، أو أن الاثنين على طاولة المفاوضات، ولكن الأهمية القصوى الذي يبديها سلامة هي للترتيبات الأمنية وكيفية وضع الترتيبات الأمنية بدليل مباركته وترحيبه باختيارات السراج الذي أثارت جدلا كبيرا حول منصبي وزير الداخلية ووزير الاقتصاد، ومباركته لهذه الخطوة وما تعني وجود شخصية مثل فتحي باشاغة على رأس الداخلية. هل هو توريط لمنطقة أو مدينة لوساكا أم هي توريط لفتحي باشاغة أو الآخرين ليكونوا جزء آخر من المشهد المتشظي في طرابلس؟ طيب بغض النظر عن الترتيبات الأمنية وأيضا مؤتمر باليرمو، هو كان سيكون في روما ولكن تغيرت الوجهة إلى باليرمو في نوفمبر المقبل. حلف الناتو بالتحديد قبل يعني عدة أسابيع من الآن تحدث وقال بأنه جاهز بأن يعني يعطي دعم لحكومة الوفاق وأيضا البعثة الأممية بخلاف الدعم الآخر الذي تقوم به والتي تقوم به الأفريكوم. يقوم هو لم يتوانى عن دعم المجلس الرئاسي وحكومة السراج باستمرار، كان دائم التصريحات في هذا الإطار، ولكن كذلك الخيارات التي لا أعتقد أن السيد السراج هو من قام بهذه الخيارات وبهذه التغييرات في تشكيلة وزارته التي سماها وزارة إنجاز أعمال كما يرى، ولكن هذه الخيارات أنا أعتقد أن جزء كبير منها تمت بتوافقات معينة ليس بعيدا عنها غسان سلامة ولا بعيدا عنها البعثة الأممية على الإطلاق. فهذه الخيارات بما يمثله الإساوي من أهمية للتيار الإسلامي، ونعلم كذلك ما حدث إبان وجودنا في المجلس الانتقالي وكيف حدث في قضية الفريق، على فكرة هو ليس لواء إنما هو فريق عبد الفتاح يونس الله رحمة الله عليه، وشبهة ليس شبهة الاشتراك ولكن شبهة التعمد في العمل على القبض على الفريق الشهيد والإصرار على ضرورة القبض عليه وضرورة إحضاره مقبوضا عليه، وتم القبض بميليشيات إسلاموية، ميليشيات يعلم تماما أنها هذه الميليشيات
تناسب الأداء للفريق عبد الفتاح يونس، وبالتالي ليست شبهة ولكن ضمن أساسية. فكيف يتجرأ السراج مثلا على هذا الخيار إلا إذا كان مرغوما عليه؟ كذلك خياري في فتح بشاغة، فأنا أعتقد أن من وراء ذلك بعثة الأمم المتحدة. دباشي أيضا، إبراهيم الدباشي أيضا تحدث سيد خالد، يعني قبل أن ننتقل إلى المحور الآخر، تحدث عن توجه أممي لتعيين جيفري فيلتمان كمساعد لغسان سلامة، وتحدث أيضا عن تاريخ الحافل مع المبعوثين السابقين وكيف يعني وجههم بما يخدم المصالح البريطانية والأمريكية في إطالة أمد الأزمة الليبية. يعني كيف تنظر إلى هذا الموضوع إذا كان هذا جدي بالتحديد؟ أنا أعتقد أن السيد إبراهيم الدباشي بالتأكيد له مصادره وله علاقاته في المجتمع الدولي، ونعلم المناصب التي تولاها في بعثة ليبيا للأمم المتحدة وكذلك علاقاته التي تربطه، وبالتالي لابد أن لهذا الأمر وجود حقيقي ومنطقي على أرض الواقع. ولكن أنا أعتقد أن الأمر ربما هو جست للنظر أكثر منه اقتراحا سيأخذ وجهه إلى النور، لأنهم أعتقد أن الولايات المتحدة وبريطانيا اكتفوا بوضع السيدة ستيفاني ويليام كنائب لغسان سلامة، وكل المؤشرات تقول بأن هي من سيحتل المنصب بعد فترة وجيزة، وبالتالي لا أعتقد أنهم سيتورطون في مثل هذه الواجهة التي لها تاريخ في منتهى السوء، ولها تاريخ معروف على الصعيد العربي، وكذلك لها تاريخ بشكل أو آخر في دعم التوجهات المعينة في إطار في أطر معينة. فمثلا ربما نتفق مبدئيا على أنه يراد للأزمة في ليبيا أن تطول أكثر، أن تتشظى أكثر، على الرغم من عدم قدرتهم على فعل ذلك في شرق وجنوب البلاد، ولكنهم لا زالوا قادرين على الفعل في غرب البلاد. هذا هي المصلحة الذي أصبح لدى هذه الدول ولدى هذه المجموعات الاستخباراتية للعب في داخله. لم يعدوا يستطيعوا أن يكونوا جزء من المشهد السياسي أو المشهد العسكري والأمني في شرق البلاد ولا جنوب البلاد، وبالتالي أنا لا أرجح كثيرا أن يتورطوا في تعيين فيلتمان بأي شكل من الأشكال كمساعد لغسان سلامة، رغم أن ذلك كما قلت لك غير مستبعد كثيرا بحكم ما ذكره السيد إبراهيم الدباشي باعتباره رجل مطلع ورجل قريب من هذه الحوارات ومن ما يحدث في الكواليس. نعم، طيب ابقى معي السيد خالد ترجمان عضو التكتل المدني الديمقراطي، سأعود إليك ولكن بعد قليل الحديث عن حزب التكتل المدني الديمقراطي الذي يعني كانت له اليوم اجتماعات وكان له حديث، ولكن بعد قليل. إذن حزب سياسي جديد يدخل إلى الساحة الليبية، فالتكتل الديمقراطي أعلن عن برنامجه وخطوط سياساته العريضة خلال مؤتمره الأول الذي أقامه في مدينة بنغازي بحضور عدد من التكتلات المدنية والشخصيات الاعتبارية. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام عن التكتل المدني الديمقراطي، ومن ثم نعود لمناقشة هذا الموضوع مع الدكتور محمد سعد رئيس اللجنة التسييرية للتكتل المدني الديمقراطي، وكذلك خالد الترجمان عضو التكتل المدني الديمقراطي. في أو إلى دائرة من عقدت اللجنة التسييرية للتكتل المدني الديمقراطي مؤتمرها العام الأول بالقاعة الرئيسة للجامعة الليبية الدولية في مدينة بنغازي تحت عنوان مبادرة التكتل المدني الديمقراطي استعادة الوطن. إن مهمة إنقاذ الوطن لن تستثني أحدا، ولن يكون الإقصاء سبيلا للبناء والاستقرار، كما أن تشظي وانقسام التيار المدني وضعف أدائه وفشله سيهدم كل المحاولات لبناء الدولة المدنية، دولة الأمن والنماء. وأشارت اللجنة خلال المؤتمر إلى أن مبادرة مشروع التكتل المدني الديمقراطي تهدف إلى استعادة الوطن من كافة الجهات التي تحاول السيطرة على كيان الدولة الليبية ونهب مقدراتها. وانتقد التكتل أداء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قائلا إنه عبث بمقدرات الليبيين وتصرف بثروتهم دون وجه حق، داعيا إلى البحث عن طرق قانونية تمكن من إيقاف عمل الرئاسي. وشددت اللجنة على أن المرحلة التي تمر بها ليبيا
تستوجب الالتفاف قدر الإمكان على قوات الجيش الوطني والمساهمة في إعادة بنائه لكي يتمكن من اقتلاع بؤر الإرهاب التي لن تفوت أي فرصة لضرب أمن واستقرار ليبيا، الذي سيكون فضاء شاسعا يلم شتات أبناء وطننا الحالمين بدولة مدنية ديمقراطية تكفل العدالة والحرية لجميع مواطنيها، دولة تليق بنا ووطنا نليق به. وحول سير عملية تبني دستور دائم للبلاد، حذر التكتل المدني من عواقب هذه الخطوة في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا، داعيا إلى إعلان دستوري نافذ يقضي بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية تمهيدا لمصالحة وطنية تضمن إجماع كافة الأطراف على دستور يقبله الجميع. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور محمد سعد رئيس اللجنة السيرية للتكتل المدني والديمقراطي، وأيضا موجود معنا إلى حد الآن خالد الترجمان عضو التكتل المدني الديمقراطي. سيد دكتور محمد سعد، في البداية يعني هيكلة هذا التكتل رؤيته واستراتيجيته وإلى ماذا يهدف؟ بسم الله، بداية أشكر لكم هذه المتابعة والتغطية لهذا المنشط اليوم. حقيقة أن العمل كان ممتد على مدى السنتين الماضيتين، يعني كان هناك لجان من مختصين ومن خبراء وأكاديميين ساهموا جميعا في وضع رؤية متكاملة وخطة استراتيجية، وكان ضروري جدا من وجود إرادة سياسية تحقق هذه الرؤية، وضرورة أن يكون هناك دعما مجتمعيا لها. والجزء الآخر المهم هو هذا المشهد السياسي العبثي الذي تتخبط فيه البلاد بكل ارتجال وبطريقة عبثية. الحقيقة جزء منها قد يكون يعني ثقافات سائدة في ثقافة غنيمة وفساد، وجزء آخر في مؤامرات دولية. فكان لزاما على المنتمين للتيار المدني الديمقراطي أن تكون لهم كلمة، يعني إحنا لم نعد نجد الأريحية في أن نكون مشاهدين، لابد من أن ندفع بكل الوطنيين المنتمين للتيار المدني إلى الولوج في يعني القيام بدور مهم في هذا المشهد لكي نحدث التغيير الذي يحقق المصلحة الوطنية. هذا العمل مبني على استراتيجية متكاملة بأسلوب علمي، وتعالج كما طرح اليوم في البرنامج السياسي العام كل الزوايا والنقاط الخاصة بإحداث تغيير حقيقي ينقذ البلد، ليس فقط في هذه الأزمة ولكن ما بعد ذلك في تغيير السياسات وتغيير دور الدولة لكي يكون هناك أكثر فاعلية ويكون فيه مستوى خدمات أفضل، ولكي نقضي على هذا الفشل في مؤسسات الدولة وهذا الانقسام. نعم. طيب ابقى معي دكتور محمد سعد، معنا ايضا خالد ترجمان عضو التكتل المدني. سيد خالد، يعني سمعنا من دكتور محمد سعد عن هذا التكتل وطبيعه عمله منذ سنتين والعمل جاري على يعني اخراج او ان يكون له مخرجات في هذا الموضوع، يعني برايك الى اي مدى ستكون له فاعليه في هذا المشهد؟ بدون شك، لا ازيد على ما قاله دكتور محمد سعد رئيس اللجنه التسييريه للتكتل المدني الديمقراطي، والذي ستتم بعد قليل انتخابات رئاسة هذا التكتل، إلا أن أقول بأن هذا الجهد الذي استمر لسنتين والذي مع كل المكونات السياسية في ليبيا، ليس في بني غادي فحسب بل بكل المدن من مساعد إلى رأس الزير إلى سميو إلى براكشافي، كل هذه المدن تمثلت بوجوه طيبة ووجوه تمثل التيار المدني في كل هذه المناطق. ما عانيناه طيلة السنوات الماضية من عبث القوى الإسلاموية وعبث الميليشيات وعبث السراق ونخاب المال العام، وبالتالي كان لابد للتيار المدني أن يلملم نفسه ويلملم
أطرعه ويلملم قادته ويلملم كل المؤمنين بدولة مدنية بالدولة الديمقراطية الداعمين لمشروع القوات المسلحة التي تسعى نحو إنهاء سيطرة هذه الميليشيات وهذه الإصابات المسلحة لتتيح للليبيين بناء دولتهم بالشكل الذي يرونه. وبالتالي كانت المبادرة من قوة وطنية تحركت بشكل منظم كما تحدث الدكتور محمد وبشكل علمي وبشكل صحيح وتحاورت مع كل الأطياف، تحاورت كذلك مع النقابات مع الأندية الرياضية مع الأعيان مع الشيوخ في كل المناطق في ربوع ليبيا لإيجاد تصور يجمع هؤلاء وبالتالي انبثق هذا التكتل المدني الديمقراطي والذي أعلن عنه رسميا على الرغم من أنه منذ سنتين وهو يعمل بشكل دائب ويتابع كل الأحداث السياسية في ليبيا وما تتعامل به الدول المحيطة بنا وكذلك دول العالم مع المشهد الليبي. ولكن اليوم كان الإعلان الرسمي للعالم لليبيا والعالم بأنها قد ولدت من رحم المعاناة التي عاناها الشعب الليبي هذا التكتل الذي يجمع كل الليبيين. وكانت الكلمات من بغادي ومن طرابلس ومن البيضاء ودرنا ومن كل مدن الجنوب الذين انضموا لهذا التكتل إيمانا بالدفاع الحقيقي لدولة مدنية دولة يسود فيها العدالة وتسود فيها التبادل السلمي للسلطة. هذا ما داب عليه هؤلاء النخبة الذين خلال عامين من العمل الدؤوب ومن السهر ومن السفر في كل أنحاء ليبيا أن تكلم مجهوداتهم بهذا الإعلان الذي تم والذي تفضلتم بمتابعته وببثه بثا حيا وتشكروا على ذلك لأن هذا دعبكم كقناة توجهها نحو بناء دولة مدنية. نعم طيب ابقى معي سيد خالد ترجمان. أعود إليك دكتور محمد سعد، يعني الترجمان تحدث عن انتخابات ستحدث اليوم أو بعد قليل ربما لرئاسة هذا التكتل، يعني ماذا بعد هذا الانتخاب؟ يعني أنتم ربما لم تذكروا إلى الآن الأسماء المرشحة للانتخاب والهيكلة التي سيكون عليها انتخاب الرئيس للتكتل، وأيضا هل سيكون في المستقبل حزب مثل باقي الأحزاب التي كانت في ليبيا؟ طبعا ما سيتم اليوم هو اتخاذ الإجراءات يعني وضعت في إجراء انتخابات لرئاسة المؤتمر العام ورئاسة التكتل بحيث يكون هناك المسار الديمقراطي هو الوسيلة اللي يبدأ بها هذا التكتل برنامج عملي. مستقبلا سيكون الانتخابات على مستوى المكاتب والفروع في كل المناطق وسيتكامل المؤتمر العام بصيغته الديمقراطية التي تستخدم وسيلة الانتخاب. بالتأكيد ما بعد هذا المؤتمر سيكون يعني له ما بعده وسيكون هناك يعني موعد التغيير والإنجاز. مستوى توقعات أهلنا قد بلغ مستوى عالي جدا في ضوء تردي مستوى المعيشة وسوء الخدمات وانقسام البلاد وانتشار الفساد وفشل مؤسسات الدولة كما هو انتشار العنف وغياب القانون. هذا يحتاج إلى جهد وتفاني في العمل من أجل تحقيق الأهداف والغايات في الخروج من الأزمة والنهوض وفي بناء الدولة المدنية الديمقراطية. نعم أنت ذكرت بأن نعم. سيكون له يعني فروع ومكاتب أخرى في ليبيا، يعني هل على مستوى ليبيا بالكامل سيكون حاضر يعني لديك؟ نعم وهذا ما تجسد اليوم من وجود أعضاء للتكتل من كل أنحاء ليبيا يعني نعم. من غربها وجنوبها ومن شرقها في كل مناطق ليبيا كان هناك تواجد اليوم لأعضاء لهذا التكتل وهذا الانتشار يؤكد رغبة الليبيين في إحداث تغيير حقيقي. يعني احنا وجدنا استعداد ورغبة في إحداث شيء ما، الناس يحتاجوا إلى من يثقوا فيه، من يستطيع أن يضع البرامج وليس فقط أن يستعرض أو أن يبحث على الوصول للسلطة. نحن يعني نعمل جاهدين على إحداث تغيير حقيقي يخرج البلد من دوائر العنف والفشل ويحقق الرخاء والاستقرار
نحن ندعو إلى مصالحة وطنية حقيقية وإلى نبذ العنف وتحقيق عدالة وإلى سيادة القانون وإفشاء دعائم ديمقراطية حقيقية، كل ذلك مع تداول سلمي على السلطة. يعني كما هو المشهد الآن، يعني ما هو موجود من مؤسسات سياسية بكل أنواعها يعني شائم الناس من هدائها يحتاج إلى تغييرها. هذا التغيير أصبح حتمي وضروري. إذا ما يعني يحدث هذا التغيير بشكل سلمي وديمقراطي وبانتخابات فلربما يحدث بشكل عنيف، وإذا حدث ذلك فإن ذلك سيكون له عواقب وخيمة. هذا ما حذرنا منه لبعثة الأمم المتحدة وللسيد غسان سلامة ولأعضاء البرلمان وحذرنا كل الناس اللي يعني فتحتم باب التواصل مع البعثة الأممية والجهات السيادية في الدولة. تم التواصل، ويعني هناك مبادرات للتكتل في المدة الماضية، بيانات صدرت ومبادرة استعادة الوطن في فبراير الماضي، وكذلك الكثير من المقترحات اللي قدمها التكتل للبرلمان وللبعثة، ونحن حريصين جدا على أن تكون للإرادة السياسية الوطنية الليبية المحلية دور كبير في معالجة هذه الأزمة، لأن الانصياف إلى الإرادة الدولية وإلى تغليب مصالح الدول الأجنبية اللي مرات في كثير من الأحيان تتعارض مع مصالحنا نحن كليبيين، هذا يجب أن ينتهي. لابد من أن نخلق الإرادة السياسية الوطنية والمحلية اللي تكون قادرة على خلق الحلول الناجعة اللي تحل هذه الإشكالية، لأن الاعتماد على الحلول الخارجية كما حدث في اتفاق الصفيرات اللي في شكله هو اتفاق بين أطراف متنازعة ليبية ولكن في مضمونه هو ترتيبات أجنبية، هذا لابد أن ينتهي هذا الوضع، ولابد أن نضع الحلول الناجعة، لا أن نكرر حلول سابقة تم تجربتها وأثبتت فشلها. طيب شكرا جزيلا لك دكتور محمد سعد، عضو ورئيس اللجنة التسييرية للتكتل المدني الديمقراطي. خالد ترجمان إذا كنت يعني لازلت موجود معنا، يعني لازلت معك. نعم. نتحدث هنا عن الفاعلية لهذا التكتل في المستقبل، خاصة وأن الدكتور محمد سعد الآن تحدث وقال بأن من جميع مدن ليبيا كانت هناك استجابة له. نعم، يكفي أن درنا حاضرة وبقوة، درنا التي كان يسيطر عليها الإرهاب أكثر من 7 سنوات وكانت تقطع فيها الرؤوس وتصلب فيها على الشباب، هي حاضرة بقوة معنا في المنطقة من كل أنحاء ليبيا، متواجدين كل المؤمنين بأهمية التيار المدني وأهمية عدم ترك الساعة للتشظي مرة أخرى ما بين المسلحين وما بين الإسلامويين الذين يسعون لإقصاء الجميع. التكتل المدني الديمقراطي منفتح على الجميع، على كل من يريد بناء دولة، لا نقصي أحد ولا أحد خارج المشهد إلا من تمثرس بالسلاح أو حاول أن يفرض سلطة الرأي الواحد، سواء كان سلطة أمير المؤمنين أو المبشرين بالجنة أو غيره من هؤلاء الذين عاشوا في الأرض فساد ونهبوا أكثر من 277 مليار دينار ليبي تم نهبها خلال هذه السنوات. هذا الأمر جعل المؤمنين بالديمقراطية، المؤمنين بالدولة المدنية جاهدين لتجميع أنفسهم وللملمة هذا التشظي ما بين الديمقراطيين، ما بين المدنيين، ما بين المؤمنين بهذه الدولة إلى أن يكونوا في تيار واحد. هذا التيار كذلك لابد أن ينفتح على بقية الأفكار التي تؤمن بالتعددية وتؤمن ببناء الدولة المدنية ولا تقصي أحد، الأهم في ذلك هو عدم الإقصاء، لا نقصي إلا من خلال القانون، من تتلوت يده بالمال أو بالدماء فيما مضى أو الآن أو غدا، هذا لا يمكن أن يكون ما بيننا وبينه تعامل إلا من خلال القضاء،
بعد ذلك لابد أن نشارك الليبيين كلهم في بناء هذا الحلم، بناء هذه الدولة الديمقراطية بكل التنوعات وكل الأطياف الليبية. هذا ما نسعى إليه في التكتل المدني الديمقراطي، وهذا ما أمننا به، وهذا ما حاولنا أن نترجمه اليوم إلى واقع من خلال هذه الاحتفالية الكبرى التي حضرتها شخصيات عديدة من كل أرجاء الوطن، وكذلك من خلال الانتخابات التي سنصل إليها من بعد قليل كي يتم انتخاب رئاسة المؤتمر العام ورئاسة التكتل المدني الديمقراطي، وحتى ننهي إجراءات تكمية بقية المناطق التي ستكون لنا فيها فروع ومكاتب، كي يتم تشكيل بعد ذلك المؤتمر العام للتكتل المدني الديمقراطي من خلال كل فروعه، كما قلت، من مساعد إلى رأس جدير إلى سمنو في جنوب البلاد. هذا ما ندعو إليه، وهذا ما نسعى إليه، وهذا ما نراه هام. فكذلك رؤيتنا تتلخص في أن من سيحمي كل هذا العمل الجبار هو أجهزة أمنية وشرطية وأجهزة وقوات مسلحة قادرة بالفعل على جمع السلاح، وقادرة بالفعل على تأمين الوطن، تأمين حدوده، وتأمين المدن من العبث، من المسلحين، ومن التصدي. لا نريد أن نعود إلى ما أوصلنا إلى أن يتم نهب ثروات وموارد الشعب الليبي، وأن يتم السيطرة على الليبيين بالسلاح وبالقتل وبالتهديد بالخطف والابتزاز. أنا أعتقد أن هذه خطوة هامة للغاية اتخذت اليوم في مدينة بنغازي، وبنغازي العفية دائما هي التي لديها بشكل أو آخر خطوة متقدمة نحو الكثير من المواقف التي تخص ليبيا. الأهم من ذلك كله هو حرصنا على أن هذا الأمر يخص ليبيا بأكملها، يخص ليبيا وحدة واحدة. لن نسمح أن ندخل في مجادلات أو في حوارات حول تقسيم ليبيا أو حول العمل على العبث بوحدة ليبيا. هذا خط هام نعمل عليه بكل قوة. نعم سيد خالد الترجبان، عضو التكتل المدني الديمقراطي، أشكرك جزيل الشكر، وكذلك الشكر موصول إلى الدكتور محمد سعد رئيس اللجنة التسييرية للتكتل المدني الديمقراطي. بعد الفاصل مشاهدينا الكرام سنتحدث عن إنذار منظومة الحساونة لعمليات التخريب، ربما قد يحدث ما لا يحمد عقباه، ولكن بعد هذا الفاصل سيكون معنا توفيق الشويهدي مدير مكتب الإعلام بمنظومة الحساونة، ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام. من جديد أهلا بكم مشاهدينا الكرام. أطلقت منظومة النهر الصناعي جبل حساونة نداء إلى الحكومات الليبية، وطالبت بسرعة التحرك للقبض على المخربين الذين يسعون لإيقاف تدفقات المياه عن العاصمة طرابلس ومدن أخرى بعد خروج نحو 75 بئر عن الخدمة نتيجة الاعتداءات. المنظومة طبعا شهدت في السابق العديد من الاعتداءات التي أثرت سلبا على المنطقة في الجنوب، وأيضا على المنطقة الغربية التي شهدت انقطاعا متكررا للمياه. نتابع هذا التقرير ومن ثم نعود للنقاش مع ضيفنا في هذا الموضوع. أنقذوا منظومة النهر الصناعي، صرخة بصوت عال لا يسمع، محاولات جريئة في مسعى لتفادي كارثة تدمير واحدة من أهم المؤسسات الليبية. مئات الآلاف من المواطنين في طرابلس ومدن أخرى مهددون بانقطاع المياه عنهم بعد أن أصبحت مياه النهر مهددة بالتوقف. حتى الآن نحو 75 بئرا في منظومة النهر الصناعي تم الاعتداء عليها، ما يعني خسارة آلاف الأمتار المكعبة من المياه يوميا. البئر الواحدة تنتج يوميا ما يقارب 4000 إلى 5000 متر مكعب من المياه، وتسقي من 18 إلى 20 ألف مواطن في اليوم الواحد على أقل تقدير. أما عن كمية المياه المفقودة نتيجة هذه الاعتداءات ففاقت 330 ألف متر مكعب يوميا، أي ما يعني أن الكمية تكفي لتغذية ثلثي العاصمة طرابلس.
هذه الأرقام المفزعة التي ترصدها المنظومة تدر بكارثة غير محسوبة إن بقيت الدولة مكتوفة الأيدي في مواجهة المخربين، لتطالب المنظومة الدولة الليبية وكافة مؤسساتها القيادية والتشريعية والعسكرية والأمنية على وجه السرعة بالتحرك لوقف هذه الاعتداءات وملاحقة المخربين والمفسدين. ينضم إلينا توفيق الشهدي مدير الإعلام بمنظومة جبل الحسانة حول يعني إطلاق المنظومة نداء إلى الحكومات بالمطالبة بسرعة التحرك للقبض على المخربين الذين يسعون لإيقاف المياه عن العاصمة طرابلس وعدد من المدن الأخرى. سيد توفيق، نرحب بك معنا في لايف ونشكرك لوجودك معنا. سيد توفيق إذا كنت تسمعني. نعم، سنعاود الاتصال بالسيد توفيق الشويهدي. إذن كما ذكرناكم مشاهدينا الكرام بأن منظومة الحساونة أطلقت نداء إلى الحكومات الليبية وطالبت بسرعة التحرك للقبض على المخربين. المخربين طبعا ساعي منهم إيقاف تدفقات المياه عن مدينة طرابلس وعدة مدن أخرى، يعني وأعلنت المنظومة خروج تقريبا 75 بئر عن الخدمة نتيجة هذه الاعتداءات المتكررة، ولاحظنا وشاهدنا عدة اعتداءات في السابق على منظومات المياه يعني سببت في انقطاع المياه عن عدة مدن منها العاصمة طرابلس و مدن المنطقة الغربية، وبالتالي فكانت آثار هذا الانقطاع وهذه العمليات التخريبية سلبية على مدن الجنوب وأيضا على المدن الغربية والمنطقة الوسطى ككل نتيجة الانقطاع المتكرر للمياه. المنظومة أطلقت نداء استغاثة أو نداء عاجل للحكومات بحيث أنهم يعملوا حل لهذه العملية التخريبية. سيد توفيق الشوهدي ينضم إلينا مدير الإعلام بمنظومة جبل الحساونة. سيد توفيق نرحب بك معنا في لايف، يعني أطلقتم عدة نداءات إلى الحكومات ولم يستجيبوا لكم إلى الآن، ما هي الآثار التي ستنتج عن هذه الإغلاقات أو هذه الاعتداءات إلى حد الآن؟ أولا مرحبا بك وشكرا لك على الدعوة، وفي نفس الوقت نشكركم على اهتمامكم بهذا الموضوع الجد خطير. نحن منذ يومين أصدرنا بيان جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي حول استمرار هذه العمليات التدميرية لحقول أبار مياه الحساونة ومكونات منظومة حساونة جبل سهل جبل الحساونة جبل سهل الشفارة. تتعرض طبعا أبار مياه منظومة حساونة زي ما تعرف يعني منذ عدة أشهر إلى عمليات تخريب وتدمير يكاد يكون متعمد وممنهج، يعني هدفه هو تعطيش الشعب الليبي يبدو لي. والسلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية اللي ذكرتها في 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 حديثك أو في الشريط في الكلمة اللي استمعنا إليها الآن، حقيقة المطالبة بضرورة التدخل العاجل والسريع تحمل مسؤولياتها لتجنب حدوث كارثة لا سمح الله، كارثة إنسانية حقيقية سيكون من الصعب جدا تجنب أثاره. نعم، أطلقتم أنتم عدة نداءات من قبل إلى الحكومات. نعم نحن هل كانت استجابة؟ هل كانت هناك استجابة؟ والله للأسف الشديد يبدو أن لا إجابة لصعوبة الوضع الأمني في الجنوب خاصة في حساونة سهل الشفارة. حقيقة يعني نحن نناشد حتى أهالي تلك السكان تلك المناطق وسكانها بالذود والدفاع عن اكتسابات الشعب الليبي مشروع النهر الصناعي. تحددت هوية هذه الجماعات التي تقوم بالتهريب بالتخريب؟ حقيقة هؤلاء دائما نصفهم بالمخربين والمدمرين يعني لمكتسبات الشعب الليبي، يجب على الجميع وعجب على الشعب الليبي التكافس من أجل القبض على هؤلاء سواء عن طريق السلطات الأمنية أو الشرطية أو الناس بصفة عامة. الشعب الليبي مطالب بالحفاظ والدفاع عن هذا المكتسب اللي الناس هدفهم هو تعطيشهم وعدم وصول المياه إلى المدن والناس المستحقين لها. كيف تقيمون يعني قيمة الضرر الناتج عن هذا التخريب؟ هل هي قيمة عالية؟
عالية جدا وفي تصاعد حقيقة. نحن في بداية 2016 بدأ الاعتداءات، فاعتقدنا أن اعتداء يعني عارض، ولكن أصبح اعتداء تخريبي تدميري متعمد وممنهج، بحيث وصلنا الآن إلى أكثر من 73 بئر بجميع مكوناتها أصبحت خارج الخدمة، أي ما يعادل يعني 30% من إنتاج جل أبار وحقول منظومة الحساسة ونصنع الشفارة اللي هي الشرقية والغربية والشمالية. الشرقية هذه كلها أكثر من 479 تم تدمير أكثر من 73 بئر أصبحت خارج الخدمة. يعني نطالب الجميع حقيقة إذا هذا الوضع الكارثي أن الجهاز ينبه إلى أنه في حالة استمرار هذا العبث اللامسؤول من عدمية الضمير والوطنية سوف يكون بمقدور ليس في حال لم تستجب الحكومات سيد توفيق نعم في حال لم تستجب الحكومات لهذه لمطالبكم أنتم ولنداءاتكم. أنا قلت لك السلطات التشريعية والتنفيذية حتى هذه اللحظة استجاباتها ضئيلة جدا. قد سمعنا منذ يومين هناك اهتمام في المنطقة الغربية في نداءاتنا المستمرة للحفاظ على حقول أبار الحساونة. نحن نطالب باستمرار كتابيا ومدخلاتنا في القنوات وفي كافة الوسائل الاتصال دائما ندافع على هذا المشروع اللي من أجل الإنسانية بصفة عامة. وصول المياه نحن هدفنا في الجهاز هو وصول المياه، أما الحماية هنا هذه من اختصاص الدولة والجهات الأمنية. نعم نعم توفيق الشوهدي مدير الإعلام بمنظومة جبل الحساونة كنت معنا في لايف، أشكرك جزيل الشكر. أهلا بكم من جديد، نفتح موضوع رياضي في حلقة لايف لهذا اليوم. شكل خروج المدرب الجزائري عادل عمروش من معسكر المنتخب حالة استياء في الشارع الرياضي، إلا أن الأمال لازالت قائمة بتحقيق فرسان المتوسط نتيجة مرضية في مواجهتي نيجيريا. ويقود المدرب الوطني عمر المريمي تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم وسط معنويات عالية من اللاعبين، فبعدما خاض معظم تدريباته في المنزه اختار الجهاز الفني ملاعب رادس لخوض حصة الثلاثاء التي لم تشهد أي تأثر بالبلبلة الحاصلة في المعسكر بعد مغادرة المدرب العمروش أو عادل عمروش معسكر المنتخب، حيث يحاول المدرب عمر المريمي المحافظة على شكل الفريق والارتقاء بمستوى التحضير قبل السفر إلى نيجيريا لمواجهة أصحاب الأرض. الحوثي موفد 218 من تونس، حيث هو المنتخب الليبي هناك. إبراهيم نرحب بك معنا في لايف، كيف تبدو معنويات لاعبي المنتخب بعد يوم من تغيير الجهاز الفني؟ أهلا بك محمد وأهلا بكل المشاهدين. بداية محمد خليني نقول هذا الخبر، أن الآن بعثة المنتخب الوطني تتجه نحو ملعب المباراة للتدريب السابع. ايضا الجعفري اتى صباحا، جمال الجعفري رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم صباح اليوم اجتمع مع الاداريين ووصل الى تونس، وصل الى مقر اقامة المنتخب الوطني او بعثة المنتخب الوطني في فندق مرادي جمارت، بالاضافة الى ان اختارت البعثة او ادارة البعثة اختارت ان يكون التدريب السابع قريب من مقر الاقامة حيث ملعب المنجي في منطقة جمارت. نعم. يعني سألتك عن المعنويات لاعبي المنتخب. نعم. بعد يوم من تغيير الجهاز الفني. نعم بالنسبة للمعنويات محمد تجري الأمور تجري على ما يرام حقيقة. عمر المريمي ركز في تدريبات الأمس على الجانب النفسي والمعنوي حتى يتسنى للاعبين نسيان ما حدث من عراقيل وما حدث من بلبلة في الأيام السابقة أو في يوم أمس. بصراحة
كان عمر المرمي يتدرب يضع التكتيكات المناسبة، يعني نقاط يدرس نقاط القوة ونقاط الضعف لدى المنتخب النيجيري. أيضا هناك اجتماع فني اليوم بعد التدريبات. طيب، يعني كيف تعامل المرمي مع اللاعبين في أول حصص التدريبية، وما هي الرسالة التي وجهها لهم؟ أول التدريب محمد كان يتعلق باجتماع على العمل البدني، على التذكرة بالواعز الوطني، إن هذه مهمة وطنية، أنتم تدافعوا على اسم ليبيا، ينبغي أن كل الأمور ننساها ونركز في المباراة المصيرية التي هي أمام المنتخب النيجيري محمد. طيب، يعني هل هناك إصابات في صفوف الفريق؟ ماذا عن اللاعبين المحترفين؟ هل التحقوا جميعهم بمعسكر المنتخب إبراهيم؟ نعم، كل اللاعبين التحقوا بمعسكر المنتخب عدا حمدو المصري الذي يعاني من الإصابة. سيلعب محمد المصري مباراة العودة التي ستكون في صفاقس يوم 16 من أكتوبر. أيضا كل اللاعبين جاهزين بدنيا ونفسيا ومعنويا أيضا، وهذه النقطة المهمة. يعني كارثة أن مدرب أو مدير فني يخرج قبل المباراة بثلاثة أيام فقط أو أربعة أيام، كارثة كبيرة عند كل المنتخبات يعني في العالم. ولكن ما حدث الآن وما يحدث حقيقة في معسكر المنتخب الوطني شيء مبشر، شيء إيجابي جدا بالنسبة إلى المعنويات، أيضا نسبة إلى الروح العالية. وروح صراحة هناك حتى يمزحوا مع بعض اللاعبين ولا كأن في مشكلة كبيرة ولا كأن حدث، يعني هذا الحدث اللي قام بفعله المدرب السابق عمر العموش. طيب إبراهيم، سؤال الأخير ليك قبل نختم الحلقة، بلغنا بموعد المغادرة والعودة إلى نيجيريا. موعد المغادرة يوم الجمعة صباحا في طيران خاص أجر الاتحاد الليبي للمنتخب الوطني، طيارة خاصة دايركت يعني مباشرة إلى نيجيريا. وأيضا ستكون العودة بعد المباراة مباشرة يوم السبت، بعد المباراة ستكون العودة مباشرة من نيجيريا إلى تونس للاستعداد لمباراة العودة. طيب إبراهيم الحوتي، موفد 218 إلى تونس، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. نتابع مشاهدينا الكرام استطلاع الرأي حول المنتخب الليبي، ومن ثم نعود من جديد. مباراة منتخبنا ستكون في نيجيريا في أرض الفريق المنافس، لكن حماس الفريق الليبي يعول عليه كثير. كل قلوب الليبيين أكيد مع منتخبهم، الجماهير الرياضية الليبية محتاجة للانتصار في هذا التوقيت بالذات. الفريق الليبي قال لنا في جنوب أفريقيا ما زالت عندي مفاجآت قادمة، إن شاء الله نشوفها في نيجيريا. نتمنى المنتخب الليبي التوفيق، ونتمنى من الرياضيين التركيز، والمباراة هذه بصراحة مهمة وتهمنا نحن الليبيين كلنا بصفة عامة، رجلنا ترفع من المعنوية متاعنا شوية، ونتمنى المنتخب الليبي الأداء اللي قدموه مباراة جنوب أفريقيا بصراحة أداء جيد وأداء مشرف للكرة الليبية، ونتمنى من الرياضيين متاعنا المزيد أكثر، ونتمنى يعني بصراحة مباراة نيجيريا هذه نبوا فيها ثلاث نقاط باش نوصلوا للبطولة الأفريقية. بالنسبة لمباراة نيجيريا القادمة حتكون مفتاح للبطولة الأفريقية 2019، لأنها حتكون مباراة صعبة مش سهلة، وبعدها المباراة الأخرى بعد ثلاثة أيام في نيجيريا. أنا نتمنى المنتخب أنه يكون أداء جيد، وإن شاء الله بالتوفيق للمنتخب. كيف؟ إذن شكرا للضيوف الذين كانوا معنا طيلة هذه الحلقة، خالد ترجمان عضو التكتل المدني الديمقراطي، وكذلك الدكتور محمد سعد رئيس اللجنة التسييرية للتكتل المدني الديمقراطي، وأيضا توفيق الشهبي مدير مكتب الإعلام بمنظومة جبل الحساونة. وأخيرا كان معنا مفدنا إلى هناك إبراهيم الحوتي، مفد 218 في تونس، للحديث حول آخر أخبار المنتخب الوطني الليبي. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة، إلى اللقاء.